السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، نحن الآن مع درس جديد من دروس النحو ألا وهو بعنوان الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة. أولا هنتكلم دلوقتي سنقول عن الفعل الصحيح. إيه هو الفعل الصحيح؟ هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة. يعني إيه سنقول؟ يعني بيكون حروف الأصلية ما فيهاش حرف من حروف العلة. طب تعالوا مع بعض نفتكر إيه هي حروف العلة. حروف العلة اللي هي الألف والواو والياء. يبقى الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة. يبقى حروف الأصلية ما فيهاش أي حرف من حروف العلة، وحروف العلة اللي هي الألف والواو والياء. طب أنواع الفعل الصحيح، أول حاجة قال لك مهموز. يعني إيه فعل مهموز؟ قال إن اسمه كده يعني فيه همزة، يبقى هو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، مثل أكل، سأل، بدأ. هنلاقي هنا إن الهمزة دي حرف أصلي من حروف الفعل، سواء جاءت هذه الهمزة في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. يبقى إذا وجدنا في هذا الفعل همزة يعد فعل صحيح، وأي نوع من أنواع الفعل الصحيح مهموز. تاني حاجة مضاعف. يعني إيه مضاعف؟ هو ما كان أحد حروفه الأصلية مضاعفا. يعني إيه مضاعف؟ يعني عليه الشدة. يبقى نقول عليه إن هو مضاعف، والمضاعف بيكون نوعين. يبقى هنلاقي الفعل المضاعف دلوقتي هو عبارة عن نوعين. قلنا إن المضاعف نوعين، أولا مضاعف ثلاثي. يعني إيه مضاعف ثلاثي؟ قال هو ما كان حرفه الثاني والثالث من جنس واحد، يعني الحرف الثاني والثالث ده عبارة عن جنس إيه؟ واحد. هو عبارة عن حرفين بس، الحرف الثاني بنلاقي عليه شدة، لما نفك ده ضعيف يبقى كام حرف؟ ثلاث حروف، زي كلمة شدة. هنلاقي إن الفعل هو عبارة عن شين والدال والدال عليها شدة. طب تعالوا نفك ده ضعيف، يبقى شين دال دال. يبقى هذا نوع من أنواع الفعل الصحيح اللي هو المضاعف. طب انا عندي قلنا مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. مضاعف رباعي هو ما كان حرفه الاول والثالث من جنس واحد، وحرفه الثاني والرابع من جنس واحد. يعني حرفه الاول والثالث من جنس واحد يعني زي بعض، وحرفه الثاني والرابع من جنس واحد، زي كلمة زلزلة وعسعسة. ده بالنسبة للمضاعف الثلاثي والرباعي. طب ثالث نوع من انواع الفعل الصحيح سالم. من اسمه؟ هو ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف. يعني حروف الأصلية ولا فيها همزة ولا فيها تضعيف، زي كلمة ذهب، فتح، شرب، كتب، لعب. دي كلها عبارة عن أفعال صحيحة. أي نوع من الأفعال الصحيحة؟ هو عبارة عن سلم، فعل صحيح سلم. يبقى دي أنواع الفعل الصحيح. طب هنتكلم دلوقتي عن الفعل المعتل. الفعل المعتل ما كان احد حروفه الاصليه حرف عله. يبقى الفعل المعتل في حرف من حروف الاصليه عباره عن حرف عله، وقلنا ان حروف العله اللي هي الالف او الواو او الياء. يعني حرف اصلي من حروفه اما ان يكون الف او واو او ياء. هنتكلم على انواع الفعل المعتل. الفعل المعتل قلنا ما كان احد حروفه الاصليه حرف عله، يبقى في حرف اصلي من حروفه عباره عن حرف عله من يكون الف او واو او ياء. طب ليه الانواع؟ ايه هي انواعه؟ واحد مثال. مثال هو ما كان اول حروفه الاصليه حرف عله. يبقى المثال اول حرف من حروفه الاصليه حرف عله، زي كلمه وزن، وصل، يائس. وزن اوله حرف العله اللي هو الواو، وصل اوله حرف العله الواو، يائس اوله حرف العله اللي هو الايه؟ الياء. يبقى ده فعل معتل، واي نوع من انواع المعتل مثال. النوع الثاني من انواع الفعل المعتل اللي هو الاجوف. يعني ايه اجوف؟ ما كان وسط حروفه الاصليه حرف عله، فيه حرف من حروف الاصليه في الوسط يكون حرف عله. يعني ايه حرف عله؟ جاء في الوسط، زي كلمه صان، قال، نام. هنلاقي ان في وسطه حرف من حروف العله عشان كده يسمى اجوف. يبقى اجوف ما كان وسط حروفه الاصليه حرف عله، في وسط حروفها نجد حرف عله. صان معتل الوسط بالالف، قال معتل الوسط بالالف، وكذلك نام. يبقى ده نوع معتل أجوف. نوع آخر من أنواع الفعل المعتل اللي هو ناقص. طب يعني إيه ناقص؟ قال لي ما كان آخر حروفه الأصلية حرف علة، يعني حرف العلة بيأتي في آخر الحروف. يبقى هو ما كان آخر حروفه الأصلية حرف علة، آخر حرف من حروفه الأصلية يعد حرف علة، زي كلمة دعا. هنلاقي إن آخر حرف من حروفه الأصلية ده حرف علة. قضى معتل بالالف، ساعة معتل بالالف. يبقى الفعل المعتل الناقص اخر حرف من حروف الاصلية حرف علة، قلنا زي كلمة دعا، قضى، ساعة،
يبقى هذا نوع آخر من أنواع الفعل المعتل وهو ناقص. يبقى قلنا المعتل إما أن يكون معتل مثال أو أجوف أو ناقص. ومن أنواع الفعل المعتل ما يسمى باللفيف وهو ما اجتمع فيه حرف علة. يبقى نوع آخر من أنواع الفعل المعتل يسمى باللفيف. يعني إيه لفيف؟ قال لك بيوجد فيه حرفان من حروف العلة، يبقى يحتوي على حرفين من حروف الإيه؟ العلة، يسمى باللفيف. اتكلمنا عن المثال، اتكلمنا عن الأجوف، اتكلمنا عن الناقص، هنتكلم دلوقتي على اللفيف. أي له، أي فيه حرفان من حروف الإيه؟ العلة، فيه حرفان من حروف العلة، عشان كده بسميه باللفيف. يبقى اللفيف هو اجتمع فيه حرف علة، أي فيه حرفان من حروف العلة، وهو نوعين. ده اللي احنا هنعرفهم دلوقتي من خلال الأمثلة. من أنواع مش هسأل معايا كده؟ لفيف مفروغ حرفه الأول والثالث معتل. يبقى اللفيف المفروغ بنأكد أن الحرف الأول والثالث بيكون معتل، زي كلمة وعى. بص معايا في كلمة وعى، الحرف الأول والثالث معتل، عشان كده بيسمى لفيف مفروغ. طبعا عندي أيضا لفيف مقرون. اللفيف المقرون حرفه الثاني والثالث معتل، الحرف الثاني والثالث بيكون معتل، زي كلمة روى. يبقى اللفيف مقرون الحرف الثاني والثالث معتل. كلمة رواء الحرف الثاني والثالث، اللي هو الثاني هو الواو والثالث اللي هو الألف. يبقى ده ده نوع آخر من أنواع الفعل المعتل يسمى لفيف مقرون. يبقى أنا عندي من أنواع الفعل المعتل اللفيف، واللفيف نوعين، لفيف مفروغ ولفيف مقرون. اللفيف المفروغ حرفه الأول والثالث معتل، هنا زي كلمة وعاء حرفه الأول والثالث من حروف علة. لفيف مقرون حرفه الثاني والثالث معتل، الحرف الثاني والثالث معتل، زي كلمة روى. روى الحرف الثاني والثالث فيه حرف علة، لهذا يسمى بلفيف مقرون. يبقى احنا اخدنا دلوقتي الفرق بين الفعل الصحيح والفعل المعتل، وقلنا الفعل الصحيح هو ثلاثة له ثلاثة أقسام، والفعل المعتل أيضا بينقسم إلى ثلاثة أقسام. طب عشان اعرف الفعل ده اذا كان فعل صحيح ولا فعل معتل هنرجعه لزمن الماضي. طب بص عندك كده في الفعل يكتب، ده فعل مضارع، عشان اعرف ده فعل صحيح ولا معتل هنجيب الماضي منه. يكتب الماضي منه كتب، ده نوع صحيح. طب ضع، ده فعل امر، عشان اعرف ده صحيح ولا معتل هناتي منه بالماضي، الماضي بتاع ضع ووضع اوله حرف عله، يبقى ده معتل. هناخد تدريب على الكلام اللي احنا قلناه. بيقول لي هنا عين الفعل الصحيح وبين نوعه. يلا بينا مثال مثال كده نقراه ونشوف فين الفعل الصحيح. ياكل التلميذ الطعام. اول مثال عندك ياكل التلميذ الطعام، فين الفعل؟ الفعل ياكل، عشان اعرف ده فعل صحيح ولا معتل اتفقنا ان انا هرجعه الزمن الماضي. ياكل الماضي بتاعه اكل، اكل اوله هنا حرف همزه، يبقى اي نوع من انواع الفعل الصحيح؟ ده فعل صحيح. ايوه، اي نوع من انواع الفعل الصحيح فيه همزه يبقى ده مهموز، يبقى ياكل الماضي منه اكل فعل صحيح مهموز. يفر اللص، اللص خائفا، هنجيب الماضي بتاع يفر فر، هنلاقي ان الفعل هنا مضاعف فر، يبقى ده فعل صحيح مضاعف. المثال اللي وراه كتب الطالب الدرس، فين الفعل اللي عندك؟ كتب، كتب ده فعل ماضي، حروفه أصلية خالية من الهمز والتضعيف، يبقى ده فعل صحيح نوعه سالم. يبقى ثالث مثال كتب، ده فعل صحيح، أي نوع من أنواع الفعل الصحيح سالم، وإن السالم هو مخرج حروفه من الهمز والتضعيف. يلا بينا ناخد تدريب تاني. عين الفعل المعتل وبين نوعه. اول مثال يخشى المؤمن ربه. الفعل عندك كلمة يخشى، الماضي منه خشى، يبقى ده معتل، معتل الاخر يعني اخره حرف من حروف العلة، يبقى ده فعل معتل ناقص. يصف التلميذ مدرسته، الفعل عندك يصف، طب ده فعل معتل، هجيب منه الماضي، الماضي وصف، في اوله حرف علة، يبقى ده اول حرف من حروف العلة، يبقى ده فعل معتل مثال. الفعل اللي وراه ينال الفائز الجائزة، الفعل اللي عندك ينال، هجيب الماضي، الماضي منه نال، نال هنا هنلاقي ان هو معتل الوسط، يبقى ده فعل معتل اجوف. طب معايا في المثال اللي وراه قف خاشعا في الصلاة،
هنلاقي الفعل عندها قف، احنا قلنا عشان نعرف ده فعل معتل ولا صحيح هنجيب منه الماضي. قف الماضي منه وقف، وقف هنا اوله حرف من حروف العله، خلاص يبقى ده معتل مثال. يبقى نقول تاني، الفعل المعتل بينقسم الى ثلاثه اقسام: مثال واجوف وناقص. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.